فلتان، ولا يجيب تمويل ويصرف على حزب ويقول لك نعمل حزب ونمشي به. هذه ناس عندها مؤسسات. كي انت تنتمي لمؤسسه، احنا شنو فاش رفضنا في قلب تونس؟ رفضنا ثقافه الباتين ده. راهو الحزب نتاعي يجاو للدار نتحدثوا على الحزب، يجاو او تنكلم فلان في التليفون تنقول لكم شنو نعملوا. هذا اللي نرفضوا فيه، هي هذا اللي صاير، هذا هذا اللي نرفضوا فيه. رئيس الحزب تكلموا بالتليفون يقول لكم شكون؟ لا لا، رئيس الحزب يعمل اتصالاته بالتليفون ومن بعد يعطي التعليمات للحزب. هذه الثقافه نتاع الباتيندات، والثقافه نتاع التليفونات، والثقافه نتاع المفاوضات في الديار، هذه هي. انت تحكي على السياحه الحزبيه، يعمل حزب ساعه، اعمل حزب، اعمل حزب، اعمل احزاب في تونس. قول راهو انا عندي حزب سياسي، معناها عنده هياكل منتخبه. اي باهي، اما هذا، اما في الاخر الكل الفصل 145 باش يتعدى. لانه التحالفات الموجوده اليوم بحركه النهضه وقلب تونس واتلاف الكرامه، ان باش انا عندي قناعه سفيان يتعدى ولا ما يتعداش. اذا كان تعدى مش يضر اصحابه اللي حابوا يعدوه. اسمع، بشر في بلاد كيما هذه انك تملك نايب وتعدي له فصل قانوني.